مكملين فقراتنا وحوارنا مع أخصائية التغذية راند الديسي ودكتورة شيار جبر أخصائية طب الأطفال عن الأطفال اللي ما بيزيد وزنهم أو انتقائيين بالأكل. عم نكمل حوارنا وسؤالي إليك هلأ راند، في حليب موجود بالسوق اللي هو الهاي فورميولا ميلك أو اللي فيه سعرات حرارية زيادة، يمكن كثير من الأمهات اللي عندهم هيك مشاكل مع أولادهم عم بيلجأوا لهذا الحليب، هل صح هذا الحكي؟ اوكي، هلا كثير مهم رندا انه نحن نعرف انه بهذا العمر اصلا الحليب العادي اللي نحن بناخده لازم نقلل منه، يعني الكميات اللي كنا ناخذها قبل الست اكواب او الست مرات باليوم حليب بدها تقل تدريجيا لما نتعدى كوبين باليوم من الحليب. لاي عمر هاد؟ سنه؟ من عمر سنه الى 3 سنوات. مش اكثر من كوبين؟ مش اكثر من 2 كوب، ممكن نحن نقسمهم نص كوب على كل وجبه، فطور غدا عشاء ونص كوب على السناك. وبالضروره لازم يكون كوبين؟ بالزبط. ولا ممكن اقل؟ هلا ممكن اذا في بدائل لكوب ونص، بس اكثر اقل من هيك لا. هلا طبعا وجود البدائل مثل اللبن الجبنه ممكن تعوض عن استهلاك الحليب، ولكن الكميه على حد ادنى بدنا ناخذ كوب ونص باليوم. نعم. هلا نيجي نحكي عن فكره الحليب الهاي فورمولا او اللي فيه سعرات حراريه مرتفعه. كثير من الامهات بتلجا له خوفا من انه طفلي عنده نقص بالوزن وانا لازم ازيد له وزنه، طبعا من دون استشاره طبيبه او طبيب. هلا الفكره اللي نحن لازم نركز عليها انه نحن هاي الهاي فورمولا ميلك او الحليب ذات سعرات حراريه مرتفعه اللي بناخذه من الصيدليات ما بينعطى الا للاطفال تحت اشراف طبيب. انا ما بقدر انقي اذا انا بدي اعطيه او لا، وفي حالات معينه بنعطيها اياه ومش بالضروره بس انها تكون نقص الوزن، او بالعاده اقل الحالات اللي بيكون عندهم نقص الوزن هن اللي بينعطى هاي الفورمولا. اقل الحالات بالضبط. بالعادة الأطفال الانتقائيين بالأكل اللي بيركزوا على نوع طعام واحد وبضل يأكلوا فطور غدا عشاء بينقصهم كتير من الفيتامينات والمعادن، وهن الأطفال اللي نحن لازم نعطيهم الهاي فورميلا ميلك. بس أهم شيء استشارة الطبيب طبعاً. حتى ولو هيك الطفل وضعه يس. يعني برضو الدكتور بتقدري تشيرينا لهذا الموضوع يعني. بالضبط. زيادة بالوزن بالضبط. سعرات حرارية عالية وبيركزوا على أكل مثلاً فيه سعرات حرارية عالية رح ننتهي بزيادة وزن زيادة عن اللزوم. نعم. فمنفضلش إنه يستخدموا براحتهم الأمهات. تمام. طيب إذا بنقدر نحكي عن فواتح الشهية اللي برضو الأهل بيلجأوا لها، خصوصا الأطفال اللي مش قابلين يأكلوا برضو زي ما حكينا الانتقائيين بالأكل، كيف إيش وضعهم؟ هل يعني بنقدر نلجأ لهم بسهولة؟ هلا الناس بتعتبر إنه أي إشي مشتري من الصيدلية عبارة عن فيتامينات متعددة هو فاتح شهية، وهذا اعتقاد خاطئ تماما. الأشياء اللي بتفتح الشهية في نوعين من الأدوية، واحد منهم مشتق من هرمون والثاني مضاد للحساسية ولكن من أعراضه جانبية بيعمل زيادة شهية، ولكن هاي الأدوية حصرا تستخدم بس في الأطفال اللي عندهم مشاكل جدية جدا، يعني زي الأطفال اللي بياخدوا كيموثيرابيا بياخدوا علاج كيماوي مصابين بالسرطان، أو الأطفال اللي عندهم إيدز اللي عندهم نقص شهية شديد. هاي الأدوية ممنوع تستخدم في الأطفال الأصحاء الانتقائيين. الإشي اللي ممكن نحكي فيه نقص الحديد. نعم. نقص الحديد من أعراضه المهمة كتير هي قلة الشهية قبل حتى ما يعمل فقر دم، والأمهات بالغالب ما بيعملوا الفحص تبع السنة اللي هو فحص الدم اللي مسؤول عن نشيك عن موضوع الحديد، مع أنه دراسات أظهرت أنه 9% من الأطفال اللي عمرهم بين سنة لثلاث سنين عندهم نقص حديد لا يتطور إلى فقر دم، وثلثهم ممكن يصير عندهم فقر دم. من أهم أعراضه نقص الشهية، قلة الأكل، يأكلوا أشياء غريبة، بيحبوا يأكلوا ثلج، وهي الأم ما بتكون عندها فكرة. فمن المهم جدا على عمر السنة أنه نعمل هذا الفحص عشان نشوف إذا في نقص حديد نأخذ حديد. والشغلة الثانية أنه إذا يعني بأسوأ الأحوال ممكن نمشي على الجرعة الوقائية من الحديد مش الجرعة العلاجية عشان نتجنب هاي المشكلة، لأنه نقص الحديد بيأثر على التطور العقلي تبع الطفل، وهذا التطور إذا اختلف ما بتزبط لما نرجع نعطي حديد. يعني مثلا فقر الدم بتزبط لما نرجع نعطي حديد، المشاكل السلوكيه بتتزبط، ولكن التطور العقلي اللي ناتج عن نقص الحديد المشاكل ما بتصير فيه لا ما بتتزبط، لانه مرحله نمائيه بالضبط، مرحله الاول 1000 يوم من عمر الطفل اعراضه بتكون واضحه لنقص الحديد. اهمها نقص الشهيه، اهم وحده فيها نقص الشهيه. ثاني شيء بعض حكينا الاختلافات السلوكيه اللي بتلاقي مثلا ابنها ماسك ورقه وبياكل فيها خشبه، بحبوا ياكلوا التراب، بيلعبوا بالرمل، بحطوه في تمهم، هاي اعراض نقص حديد. حتى اكل الثلج ممكن يكون من اعراض نقص الحديد. بتعرفي دكتوره يعني اللي عم بفهمه انه هو بصير اعراضه نقص شهيه، او يعني هو بيكون يمكن لانه ما بياكل صار عنده نقص حديد، بعدين بالتالي بندخل دائره مغلقه، بده حلقه. نعم. مغلقه بده يضل يدور فيها بالضبط. يعني هون قديش عم نعرف من حضرتك دكتوره انه كل ام لازم تعمل فحص الحديد، مش بالضروره يكون ومش بالضروره يكون عندهم نقص بالوزن، لانه اذا كان بيشرب كميات كبيره من الحليب
الحليب اللي ما فيه كمية كفاية حديد بيكون وزنه جيد ولكن عنده نقص حديد. نعم. سؤالنا الأخير لرند، رند بالنسبة لهدول الأطفال الانتقائيين اللي إحنا عم نحكي عنهم، كثير بيغلبوا الأمهات والأم توصل لحالة نفسية صعبة عشان طفلها انتقائي ومرات ما بيقبل ياكل. أحيانا في أطفال بنشوف إنه بيقعدوا نهار كامل ما بيقبل يحطوا بتمه إشي، أحيانا بيكون بمرحلة عناد أو غيره. شو هي الأفكار اللي ممكن نقدمها للأهالي عشان يشجعوا أطفالهم على الأكل؟ هلا في ثلاث أشياء أنا دائما بنصح الأمهات فيهم. اولا عشان اعرف انه طفلي ما عم ياكل او لازم انا استشير طبيب، لازم يكون طفلي ما عم ياكل وجبتين رئيسيتين، يعني مثلا عم بفطر ما بيتغدى وما بيتعشى، او مثلا بضل طول اليوم بدون اكل وبدون سناكس وبس بياخذ وجبه العشاء. هون انا بعرف انه انا عندي مشكله بالتغذيه تبع طفلي. اوكي، هلا لنيجي نحكي عن الكميات. الاشخاص كثير ما بتعرف عنها، ممكن انا افكر ابني انتقائي ولكن اكون عم بعطيه كميه طعام اكثر من احتياجات جسمه واكثر من طاقته. لما نيجي نشوف قديش الكميات قليلة رح ننصدم، يعني احتياجات طفلي من الكربوهيدرات بتتراوح ما بين 30 إلى 45 جرام، يعني حصة واحدة إلى حصة ونص من النشويات. ممكن نقسمهم على ربع رغيف على وجبة الفطور، معلقتين طعام رز على وجبة الغداء. قديه قليل؟ بالضبط، كتير قليل. بس احنا من عمر السنة لثلاث سنين. صح. وكتير امهات بتفكر لانه ما عم ياكل صحنه اذا هيك هو ما عم ياكل، مع انه نحن بنكون عم نطعميهم اكبر من الكمية اللي اجسامهم بتحتاجهم. حتى لما نلجأ للفواكه، الفواكه ما بيحتاج طفلي اكتر من حصة واحدة باليوم، يعني ممكن تكون مثلا ربع كوب من العنب، مثلا 10 حبات عنب وخمس حبات كرز على الوجبة اللي بعديها، ممكن تكون ربع تفاحة وخمس حبات كرز. فعم نشوف الكميات كتير قليلة. من الخضار ما عم نحتاج أكثر من معلقتين طعام باليوم، فممكن نحطهم على وجبة الغداء أو نقسمهم ما بين الفطور والغداء. أما بالنسبة للبروتين فنحن كمان ما بنحتاج أكثر من حصة إلى حصة ونص باليوم، ممكن كمان يتقسموا مثل شرح التركي على وجبة الفطور وعلى وجبة الغداء تقريبا 30 جرام، نسبة كتير قليلة قد نص كف اليد من الجاج مثلا المقسم. فنحن لما ما نشوف طفلي عم ياكل كميات أكبر من هيك عم نخاف، ولكن خلينا ننتبه إذا هو الكميات اللي عم ياكلها صح ومناسبة لعمره. عشان افتح شهيته وازيد من قابليته، كثير اشخاص بتعتقد انه العسل هو فاتح شهيه، ولكن هو مش فاتح شهيه، بيساعد على زياده السعرات الحراريه ولكن ما بيفتح شهيه الطفل. فممكن انا انه العب معه بالطعام، اخليه هو يكون ان كنترول، هو اللي يكون متسيطر ومتحكم بالاكل. عم بيمسك المعلقه، يس رح يوسخ كثير ورح تزعل الام ورح تنجن الام، ولكن بدنا نعرف بالضبط انه هذا الشيء رح يساعده قابليته تكون أكبر. ممكن أطعميه أغذية مليئة بالسعرات الحرارية، ممكن أحط الأفوكادو معه بالسلطة أو أمرقه شوي هيك أهرسه مع وجبة الغداء. ممكن أنه أنا أحط له نسبة عالية من المكسرات المطحونة مع وجبة الفطور، مثلاً إذا كانت حبوب الفطور ممكن نطحن المكسرات ونحطها فيها. كمان الأكل المدهن بزيد شهية الطفل وبزيد قابليته على الأكل بشكل أكبر. كمان المدهن عم نحكي صحي عشان ما نفهم الموضوع غلط. طبعاً المكسرات والأفوكادو. تمام. وكمان العسل. ممكن كمان شغلة ثالثة كتير مهمة إنه أخلي طفلي يتحرك بشكل كافي. الحركة بتساعد كمان الطفل إنه يجوع أسرع ويأكل أكثر. يعني نصائح كتير مهمة قدمتولنا إياها لليوم، وأنا بالنسبة إلي أهم شيء الحصص اللي حكيتي عنها الغذائية للأطفال. بتوقع يمكن إذا الأهل هلأ بيحضروا بيكون ما في أي طفل انتقائي، يعني إن شاء الله بالنسبة للحصص القليلة اللي أنت عم تحكي عنها. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا.